واضح ارتفاع هذا الملعب عن سطح البحر، هو على مستوى سطح البحر تماما. لماذا سمي بهذا الاسم حقيقة؟ غير معروف. فنية رائعة إلى رقم 7 روبرت كلارك، عرضية داخل ضربة الجزاء، ويبدو أنها ركلة جزاء، يبدو أنها ركلة جزاء، ركلة جزاء لليبيريا. جورج ويا الذي أسقط، جورج ويا أسقط داخل منطقة الجزاء. ها هي كرة عرضية، روبرت كلارك يستقبلها جورج ويا، أحد أخذها بصدره وتعرض للعرقلة. طبعا دفاع الجابون لا يريد جورج ويا أن يلعب براحته، وركلة جزاء في وقت مبكر قد يكون أسرع أهداف البطولة. من يتصدى لركلة الجزاء؟ كرة في المرمى، كرة في المرمى، هدف لليبيريا، هدف مبكر. صاحب الهدف على ما يبدو اللاعب رقم 6 في فريق ليبيريا، كيلفن سيبوي. كيلفن سيبوي لاعب نادي تولوز الفرنسي، لعب الكرة على يمين الحارس. وجورج ويا نشاهده يرتدي الرقم 14، أعلن رسميا أنه يرتدي الرقم 9، ونحن حقيقة في حيرة من أمرنا، رغم أنه لاعب العالم الأول، ولكن أيضا الصعب أن نستدل عليه أمام لاعبون يشبهونه في الشكل، أمام لاعبين يشبهونه في الشكل. طويلة هذه الكرة، إذا ليبيريا تقدمت بهدف، وكرة مباشرة، الله، أنشط فريق الجابون رغم الفارق الكبير في النجومية بين لاعبي الجابون ولاعبي ليبيريا، رغم أن النتيجة الرقمية حتى الآن لصالح. هذا انفراد، انفراد كامل، انفراد، انفراد، يراوغ بالعرض، 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 كرة في المرمى، ترتد، ترتد، الجابون غير محظوظة، الجابون غير محظوظة، غير محظوظة، غير محظوظة الجابون، الجابون أبدا غير محظوظة، غير معقول، غير معقول، غير معقول، هذه الكرات التي تضيع، غير معقول أبدا. أتحدث وأقول الفارق في النجومية كبير، ولكن الجابون تلعب بنشاط وتضيع فرص، وهذه أخطر فرصة بالفعل ضاعت على الجابون. لاحظوا انفراد من جهة اليمين أيضا، حولها بالعرض، ورغم عودة مدافعي ليبيريا، لكن لاعب المدافع رقم 2 أوغداناكا ارتدت من القائم وعادت مرة أخرى، خطيرة، عادت إلى أوغداناكا، لعبها خارج المرمى كما أيضا، لعبها خارج المرمى للمرة الثانية أوغداناكا، سيندم على هذه الفرصة إذا خسرت الجابون، لكن الجابون أنشط، الجابون أنشط وأفضل. ولاحظوا استغلال المنطقة اليسرى للفريق ليبيريا، داخل منطقة الجزاء قوية، يصدها الحارس، يصدها الحارس، غير معقول، ليبيريا متفرجة والجابون تهاجم، الجابون تهاجم على اليمين، كرة بينية جميلة وبالعاد بالرأس، كرة جميلة، لم يلعبها على المرمى، أو مواجه المرمى لم يلعبها على المرمى، توقع أن يكون أحد زملائه قادم، الخطورة تزال قائمة وخطأ، خطأ كل لاعبي ليبيريا، وتسديد، الله، رائعة نفذت، ترتد من العارضة، العارضة والقائم هذا اليوم مع الفريق الليبيري، العارضة والقائم مع الفريق الليبيري ضد الفريق الجابوني، منعها هدفين حتى الآن للفريق الجابوني. مرة أخرى كرة عند الفريق الليبيري، هاي الكرة وكيف نفذت، يبدو كومبا الذي سددها بقوة، قوة بالفعل، ارتدت من العرض، عرضية ضربة ثنائية ودخل منطقة الجزاء الفريق الليبيري الآن، ألعاب جميلة وكرة في المرمى، في المرمى، هدف ليبيري آخر، هدف ليبيري آخر، كل الفرص الجابونية ضاعت، ولكن لعب هذه الرقصة الجميلة، هذه الرقصة الجميلة يقوم بها جورج ويا، وماسا سار صاحب الهدف، ماسا سار يسجل هدف آخر لليبيريا، كرة عرضية، ضعف واضح في دفاع الجابون، كرة عرضية لم يبعدها ولا مدافع، هيا وماسا سار تقدم ولعبها من تحت الحارس وسجل الهدف الثاني لليبيريا. ماسا سار لاعب نادي هايدوك سبليت الكرواتي،
طويلة تقبة طاب الرأس. كرة أمامية حاول اقتلاس المهاجم ولكن أيضا يشارك معه كوبر. ويتسدد الله في المرمى. هدف جميل، هدف جميل، هدف جميل للفريق الجابوني، هدف جميل. كرة بمنتهى القوة كما قلت، استغلال الكرات الثابتة يتم بشكل رائع من الفريق الجابوني، وهدف جميل من اللاعب رقم 5 على ما يبدو، اللاعب زينج، روجر زينج، لاعب نادي بيتروسبول. كل قوة بالفعل من فوق الحائط وفي الزاوية الصعبة جدا جدا. المباراة الآن ستشتعل أكثر. هدفين ليبيريا، هدف الجابون وأخيرا، لكن كل فريق الجابون الآن متقدم، يمتلك الكرة أكثر. وكرة عالية داخل منطقة الجزاء. تسديد الله، الله هيئها نفسي جميلة، ولف حول نفسه ولعبها قذيفة قوية. زولو أيضا، زولو لاعب يعني بالفعل يمتلك قدم يسرى قوية جدا. السؤال لماذا لم يشركه المدرب من البداية منذ دخوله وهو دائم التسديد على المرمى الليبيري. لازلنا نلعب في الوقت الضائع، الدقيقة الثالثة. إذن هذه صافرة النهاية أعزائي المشاهدين، يطلقها الحكم المصري جمال الغندور، ومنتخب ليبيريا يخرج بأول فوز له وأول 3 نقاط كاملة في البطولة على حساب منتخب الجابون.